إنها العودة. 637 مواطنا جزائريا تم إجلاؤهم بعد أن علقوا لمدة 4 أشهر بإسبانيا بسبب تداعيات غلق الحدود الجوية والبحرية عقب تفشي جائحة كورونا. سفرينا احنا بعد لأولادنا، وانا عندي قريب 4 أشهر في إسبانيا، وهبطنا عليك كان جو حتى عجنا في 4 أشهر. ايه مش قولوا الحمد لله صبرنا وكثر خير الحكومة اللي جابونا شوف فات فيه الحق للبلاد تاعو اللي جابوك، بلادنا ما كاش كيما بلادك. في الساعات الأولى من الصباح بميناء وهران ترسو باخرة الجزائر 2 قادمة من مدينة أليكانت الإسبانية، وعلى متنها هؤلاء المسافرين بمرافقة فريق طبي في رحلة سخرت فيها الإجراءات الوقائية اللازمة. تم اتخاذ كل الإجراءات من أجل تسهيل العمليات الإدارية المتعلقة بالدخول تاعهم، وكذلك تم تسخير 20 حافلة من أجل نقلهم إلى مدينة عنترك، يعني مكان الإقامة تاعهم بمركب الأندلسيات وفندق نيو بيتش. كذلك تم تسخير فرق طبية مرافقة لهم سواء هنا في الميناء وكذلك على مستوى مقر الإقامة تاعهم. 20 حافلة جهزت لنقل الوافدين باتجاه مركب الأندلسيات وفندق آخر لقضاء فترة الحجر الصحي التي تدوم 14 يوما. تم تسخير كل الضروريات واللوازم للاستقبال الأحسن من إيواء ومن توفير الإيواء والإطعام لكل المسافرين. تم تسخير على مستوى الولاية مؤسستين فندقيتين بطاقة إيواء تقدر 650 سرير لإجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوم. وتتواصل عملية إجلاء المواطنين العالقين في أنحاء العالم وفق برنامج حددته الحكومة، وتم تخصيص هياكل فندقية لاستقبالهم.